السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاعتي الإنسان اللي نقف على المشروع تاع المركز الفرق الرياضية، مركز المنتخبات الرياضية والتربصات الذي يقع في منطقة لالا ستي أيضا بعالي مدينة تلمسان، ونشوف أنه الأشغال تقريبا انتهت، بقات غير عملية تاع التهيئة تاع الفضاءات الخضراء وكذلك تهيئة الملعب تاع كرة القدم اللي مازال ما لم يتم يعني العمل فيه. إذن هذا هو، أترككم تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو. السلام عليكم.